يا سيد عثمان، بدأ كل شيء على أنه لعبة ويستمر بكونه لعبة. السيد عثمان الذي يخاف الرموسمة؟ أجلاً، روحك أصبحت أمانة لدينا. أنا دخلتها لأنقذ أبي، ولكن لا أستطيع إنقاذ نفسي. أصبحت سجينة في عيني وأسيرة لذراعيك القويتين. ماذا سأفعل الآن؟ قلبي يعتصر ألما. أنت بين ذراعي بال الآن يا سيد عثمان، وأنا أتألم وحدي هنا. يا سيد عثمان، لن أتحمل، لا يمكنني.